حد خارج من تالتة ثانوي، سواء كنت علم علوم أو علم رياضة، وجالك كده كلية في التنسيق اسمها علوم، ما تقلقش هتتبسط معانا. يعني خلاص بيشوفوني، يا رب تكونوا بألف خير. أنا سهى محمد من تيم ساينشاين، تيم تطوعي في كلية علوم جامعة المنيا، والنهاردة هنحاول بقدر الإمكان نعرفكم أكتر عن كلية علوم. فلو أنت علمي علوم أو علم رياضة، تابع معنا الفيديو للآخر. بس قبل ما نبدأ، انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو حد تعرفه داخل كلية علوم، اعمله شير للفيديو، هيفيده جدا. ويلا بينا نبدأ. النهاردة هنتكلم عن كلية من أهم وأعرق الكليات في كل جامعات العالم، صح كده؟ هي كلية العلوم، اللي طبعا كلنا سمعنا عنها وسمعنا عن الباحثين والعلماء اللي تخرجوا منها، وعلى رأسهم طبعا العالم أحمد زويل، فاروق الباز، مصطفى السيد، سميرة موسى، وغيرهم كتير جدا من العلماء والباحثين اللي قرروا ينفوا حياتهم للعلم وإفادة البشرية كلها. أول حاجة هنعرفها النهاردة عن كلية علوم هو نظام الدراسة فيها. طبعا كلية علوم موجودة في كل جامعات مصر، بس كل جامعة نظامها بيختلف شوية عن غيرها، عشان كده احنا النهاردة هنتكلم بشكل خاص عن علوم جامعة المنيا. ايه هو نظام الدراسة في كلية علوم جامعة المنيا؟ هو نظام حديث شوية اسمه الساعات المعتمدة او الكريديت، لو سمعتوا المصطلح ده قبل كده. يا ترى ايه هو النظام ده؟ هو نظام بيخليك عشان تاخد شهادتك يبقى مكتوب فيها بكالوريوس كلية علوم جامعة المنيا، مطلوب منك تحقق عدد ساعات معين، بيكون حوالي 138 ساعة متقسمة على 8 ترمات كل سنة، طبعا ترمين. وطبعا بالنظام ده تقدر تخلص الكلية في 3 سنين بس أو 3 سنين ونص، بشرط انك تكون مسجل ال 138 ساعة فيهم كلهم وتنجح فيهم كاملين. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. طب فهمني اكتر ايه اللي بيحصل في النظام ده. هقول لك يا سيدي، انت بالنظام ده تقدر تسجل كل ترم عدد ساعات معين، حوالي 18 ساعة، بتكون متقسمة على المواد، لان كل مادة ليها عدد ساعات معين. يعني مثلا الرياضة بثلاث ساعات، الفيزياء بساعتين، علم الحيوان بساعة، وهكذا لحد ما تخلص ال 18 ساعة بتوع الترم. ولو نجحت في كل المواد هتاخد ال 18 ساعة بتوعك كاملين بغض النظر عن تقديرك ايه في المواد دي. كمان النظام ده تراكمي. يعني ايه؟ يعني التقدير بتاعك او الجي بي اي بتاعك في اول ترم في سنة اولى مثلا 3، والترم الثاني 2، في سنة تانية الترم الاول كان 2.5، الترم الثاني 3. كل التقديرات دي بتتجمع لك من اول ترم ليك في سنة اولى لحد اخر ترم ليك في سنة رابعة، وبتتقسم على عدد السنين، وبيطلع لك في الاخر المعدل التراكمي النهائي ليك، بشرط ان عدد ساعات كل الترمات يكون متساوي. يعني بمعنى اصح كده واوضح ليك، انك لازم كل ترم تهتم بيه كويس جدا هو وتقديره. احنا هناكل علقة. طيب نظام سنة أولى بيكون إزاي؟ سنة أولى بتكون شعبة عامة، يعني بتدرس مواد علوم ومواد رياضة كله مع بعضه بتدرسه، وما بيبقاش في فرق بين طلبة شعبة علم علوم وشعبة علم رياضة غير في التخصصات بعد كده، ودي بتكون من سنة تانية وبتتحدد على تقدير سنة أولى. إيه بقى الأقسام الموجودة في علوم المنيا؟ بص يا سيدي، بالنسبة لشعبة علم علوم عندك كيمياء حيوي، كيمياء سبيشال، مايكروبيولوجي، علم الحيوان، علم النبات، جيولوجيا، وفيزياء. طب بالنسبة لشعبة علم رياضة، في كيمياء سبيشال، حاسب، جيولوجيا، فيزياء، ورياضة. في بقى قسم تاني اسمه IT أو اللي هي Information Technology، ده بيكون قسم مستقل بذاته وليه مصاريفه الخاصة، وده بيقبل الشعبتين سواء علم رياضة أو علم علوم، ومش متوقف على GPA معين، يعني أي حد يقدر يدخله. طيب ايه المواد اللي انت بتدرسها في سنة اولى؟ عندك كيمياء عامة واحد، دي بتكون مادة نظري، كيمياء تحليلية واحد، دي بتكون مادة عملي، فيزياء عامة واحد، دي بتكون مادة نظري، وفيزياء خواص مادة وحرارة، دي بتكون مادة عملي. عندك جيولوجيا عامة واحد، علم حيوان واحد، ورياضة واحد. ده بالنسبة لمواد الترم الأول. وفي مواد اسمها متطلبات جامعية، دي بيدرسوها كل السنين وكل الكليات اللي بتبقى في الجامعة، ودي بتكون زي الإنجليش والفلسفة
وأسس البحث العلمي وحقوق الإنسان. إيه بقى مواد الترم التاني؟ إحنا كنا بنقول في مواد الترم الأول واحد واحد واحد، يعني فيزياء واحد، كيمياء واحد، وهكذا، عشان الترم التاني فيه تكملة المواد دي. يعني مثلا هتاخد كيمياء 2، هتاخد فيزياء 2، علم الحيوان 2، وجيولوجيا تاريخية، هتاخد حاسب ونبات ورياضة 2، وكيمياء عضوية، ودي بتكون عملي. وبكده تكون دي كل مواد سنة أولى. أنا رايح الحمام، ما أنا لازم أروح الحمام. بعد ما عرفت كل المواد دي وعرفت إيه اللي هتدرسه، لازم كمان تعرف حاجة تاني، إن كل المواد اللي هتدرسها دي هتكون بالإنجليش. أيوة بالإنجليش، كل المواد اللي هتدرسها، كل امتحاناتك في علوم، وكل نظام دراستك هيكون بالإنجليش. وكده نكون وصلنا لنهاية أول حلقة لينا. تابعونا في الحلقات الجاية، هنتكلم عن كل قسم ودراسته ومجالات العمل ليه. وأي حد عنده أسئلة أو عنده استفسار عن أي حاجة يكتب لي في الكومنتس تحت، وأنا هجاوب على كل أسئلتكم، وهعمل حلقة كاملة أجاوب فيها عن الأسئلة الشائعة دي كلها. أتمنى أكون كنت خفيفة عليكم وقدرت أفيدكم. تابعونا في كل اللي جاي، ومتنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وشير للفيديو لأي حد داخل علوم. أشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية، وسلام.